البيانات بتشير انه اذا 85 انا احكي لك ليش انا اجي اعمل في هذا المؤتمر. قمنا باستقطاب الكثير من الخبراء من حول العالم، اذكر منهم شركة اسكي التركية التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي لاكثر من 15 مليون نسمة، حيث يشاركون هنا قصة نجاحهم في تقديم الخدمات. كذلك لدينا خبراء من مؤسسات فرنسية وإيطالية وكذلك ألمانية. كما أضاف هذا المؤتمر كما أضفنا في هذا المؤتمر اجتماع مع المؤسسات المانحة، قمنا بعمل اجتماعات بين مقدمي خدمات المياه الفلسطينيين مع ممثلي المؤسسات المانحة من اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم، ليطلعوهم بشكل مباشر على القضايا والتحديات التي تواجههم من أجل الحصول على مشاريع يعني لتعزيز أدائهم ولتسهيل ولتقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني وتعزيز صموده في الكثير من المناطق المهمشة. هاي مش أول مشاركة لنا في مؤتمر مياه، كان في لنا مشاركة في 2016 وهي لنا ثاني مشاركة، والحقيقة أنه نشكر اتحاد مزودي خدمات المياه على يعني إعطائنا الفرصة هاي أنه نشارك في مؤتمر عظيم تيجي فيه كل المؤسسات العاملة في قطاع المياه واللي بتقدم خدمات للمواطن الفلسطيني. تشاركنا كثير من الأفكار وكثير كثير من الآراء والاقتراحات كيف ممكن نطور هذا القطاع، سواء من ناحية المياه وكمان حتى من ناحية الطاقة. وأنا شايف أنه يعني هذا الإشي راح يساعد كثير في تطوير الخدمة للمستهلك الفلسطيني في النهاية، وطبعا أكيد يعني توفير من النواحي المادية وحتى من النواحي المعنوية والشغل والجهد. I'm agent for the Fujikin company. Today I will come here to introduce new technology and a Japanese company. So Fujikin has a 1945 established in Japan, and then this main business is valves, and share is 80% in the world. So today I will introduce the water treatment system and the aquarium system. إحنا شركة متخصصة بعدادات المي والكهرباء مسبقة الدفع. بنعمل بهذا المجال من حوالي 12 سنة وعندنا خبرة واسعة فيه. إحنا هاي للسنة الثالثة على التوالي منشارك بهذا المؤتمر، بس هاي المرة مختلفة عن المرات السابقة لأنه إحنا هون براعي بلاتينيوم للمؤتمر. وكمان كتير جذبنا موضوع الهدف من هذا المؤتمر السنة اللي هو بيختلف عن أي سنة سابقة، اللي هو تكامل بين قطاعي المي والكهرباء اللي هو إحنا أوريدي شغلنا الأساسي فيهم. وكمان في عنا إشي كتير منيح إنه نقدمه للبلد، فمشاركتنا ممكن تكون من أكتر الشركات المشاركتها فعالة هاي السنة، نظرا لأنه إحنا عملنا تكامل فعلي بين عدادات المي والكهرباء اللي إحنا أصلا بنوردهم للسوق الفلسطينية، بالإضافة إنه إحنا بنعمل بنقدم عدادات ذكية اللي هي أحدث ما وصلت إلى التكنولوجيا العالمية، وبالتالي إحنا بننقل التجربة الناجحة دوليا لسوق فلسطين. وإحنا إن شاء الله رح نكون من الشركات الرائدة بهذا المجال، الخصوص إنه إحنا من أوائل الناس اللي بدوا بالسمارت ميترز، عدادات تحكم على العدادات الذكية. بحب أشكر الاتحاد وبحب أشكر سلطة المياه وسلطة الطاقة لوجودهم ومشاركتهم بهذا المؤتمر الفعال، وإن شاء الله كلنا نخرج بنتائج طيبة منه كما نرجو لذلك، يعني خصوصي إنه عندنا تحديات كتير بنواجهها بهذا القطاع، معيقات مختلفة سواء من الاحتلال الإسرائيلي سواء من تدفقات المالية الشحيحة خلينا نحكي. فإن شاء الله إنه إحنا هون كتير شركات مختلفة بالأعمال والأنشطة إنه نقدر كلنا نجتمع تحت هدف واحد اللي هو النهوض بهدول القطاعين وتطويرهم بالبلد. إحنا شركة متخصصة في مجال عدادات الكهرباء في الميترينج، إحنا متخصصين عدادات الدفع المسبق المية. اليوم احنا بنحكي عن تكنولوجيا جديدة اللي هي تكنولوجيا القراءة والتحكم عن بعد من خلال تكنولوجيا PLC لعدادات الكهرباء، وبنحكي برضو عن AMI سيستم لعدادات المية خلال بروتوكول اسمه الامباس. بهاي التكنولوجيا احنا بنحكي عن الفيوتشر اللي جاي، الفيوتشر اللي جاي كيف انه البلدية تقدر تاخد معلومات وافية وكاملة عن الشبكة بحيث انها تقدر تخفف الفاقد لديها وتقدر تتحكم في شبكتها حتى وتقدر
تحصل على التقارير المهمة الخاصة حتى تعمل بلانينج تخطيط للشبكة. اليوم احنا في عصر التكنولوجيا اللي موجودين فيه بطلنا نقدر ناخد معلومة ناقصة، احنا اليوم لازم ناخد معلومة كاملة اللي توصل لنا كل اشي بيصير على الشبكة. اليوم العالم كله بيحكي عن السمارت ميترز، بيحكي عن السمارت نتورك اللي هي الفيوتشر تبعنا. احنا اليوم منحاول نجيب التكنولوجيا اللي موجودة في العالم لفلسطين. اليوم احنا عنا ركبنا مشروع اولي لألف عداد في قرية رمانة، واليوم قدرنا نوصل لخفض الفاقد ل3.5%. لما كان هناك 30% كنا صرنا نعرف السرقات وين موجودة، صرنا نعرف كل مشترك قديش استهلاكه اليومي. اليوم منشان المشترك كمان يستفيد من هاي التكنولوجيا قدرنا نسوي له موبايل ابليكيشن، من خلال بدخل عليه للموبايل ابليكيشن بسجل اسمه وبعرف قديش استهلاكاته اليومية واستهلاكاته الشهرية.